هنشوف اليوم في درسنا كيف إني ممكن أنشئ واجهة أو جزء من واجهة متكونة من عدة عناصر، سواء كانت مثلا عناصر زجاجية أو عناصر ممكن الكربوند أو غيرها من المواد اللي راح تتوزع على واجهة بألوان مثلا مختلفة. هنشوف كيف إني ممكن أنشئها بطريقة بارامترية بالإضافة لإمكانية ترقيم الواجهة بعمل مثل البوزيشن لكل عنصر ونوعه. نلاحظ كمان حنتعلم كيف اني ممكن احذف بعض العناصر واخلي الترقيم يستمر، وبعدين يصير عندي اضافة في الارتفاع او في الطوابق الجديدة، كيف اني ممكن اضيف دائما مياه لكل طابق جديد حتى يوضح عندي بشكل مباشر ان العنصر الفلاني مثلا في الطابق الثالث. كل شي طبعا كله حيكون بارامتري مستمر، سواء غيرت في الحجم الخاص بالعناصر او بالعدد. نبدأ بالدرس، نشوف ملف جديد، نشوف كيف ممكن ننشئه من البداية. طبعا أنا بعرف حتى أرسم الشكل عندي أو الواجهة والعناصر الخاصة في الواجهة محتاج إني استخدم أمر ريكتانجل. فأمر ريكتانجل بياخد النقطة الأساسية أو البلين اللي حينشأ فيه المستطيل، والإكس والواي كهو كطول وعرض المستطيل، وإذا كان فيه راديوس له. طبعا الراديوس ما يهمنا، إحنا هيكون صفر زوايا حادة. طب لاحظ أول شي كيف أنشأ لي مستطيل بشكل افتراضي على الإكس والواي كما معروف بالأمر. عندي الإكس العرض واحد سالب واحد اللي كان في الوسط، الواي من سالب اثنين لاثنين. فأنا إذا حبسط الأمر هيكون عندي سلايدر مثلا يعطيني عرض عنصر حوالي 30 سنتي وارتفاع مثلا 2 أو 1 متر، فكان عندي عنصر طويل. طبعا حتى لما أشوف البلين الأساسي الموجود ممكن أستخدم أمر كيرف أوصل عليه وأعمل هايد بريفيو للريكتانجل، لأمر الريكتانجل. بشوف عندي العنصر الحالي، فأنا حاليا في بعض ممكن بعض المبتدئين أو أحيانا بعض الدروس بياخد أمر الريكتانجل بيبدأ يستخدم أمر موف فيه ويكرره وينشئ لي عدة عناصر. بس هل الطريقة اللي الواحد استخدمها حتكون تأثر على الجهاز؟ ممكن هش في درسنا هذا ما حتكون ملاحظ، لكن يفضل دائما لما يكون في عندي عناصر تكرار لعناصر أو إنشاء عدة عناصر بشكل متكرر، بحاول قدر الإمكان يختصر أمر الرسم وتكرار عنصر المرسوم بأقل ما يمكن، حتى أستفيد من إني ما أتعب الجهاز وكمبيوتري بشكل سريع. فأنا بهالحالة بدل ما إني أكرر أمر الريكتانجل وأتلاعب فيه، لا، أنا حنشئ أكثر من نقطة ومنها أوصلها لأمر الريكتانجل، وبعدين ننشئ لي المربعات أو المستطيلات مرة واحدة بأمر الريكتانجل بدون ما أني أستخدم أمر موف. بهالحالة حوفر على نفسي وجهازي كثير من الطاقة مثلا أو من الجهد اللي حيمكن ياخذ وقت أكثر في إنشاء الأوامر أو إنشاء المستطيلات بطريقة أني أستخدم الريكتانجل أول بعدين أعمل لهم موف ودوبليكيت. فبهالحالة أنا هيكون عندي مجموعة من النقاط اللي هي باستخدام point construct point موجودة في vector point، وهنشئها مثل ما نعرف نحن في إنشاء أي grid أخذناه سابقا باستخدام series. ففي البداية هنشئ مثلا عندي عدة عناصر على محور الإكس، فبهالحالة ممكن مثلا استخدم السيريس بين صفر وعدد العناصر المطلوب. فأنا مثلا لو عندي باخد سلايدر اللي حاط مثلا 30 أو 40 عنصر المطلوبين أو حيكونوا في محور الإكس، فضفتهم حاليا للإكس حنشيل عدة نقاط. فأخدت النقاط الموجودة حين ضفتها في النقاط إنشاء الريكتانجل، حينشئ لي نقاط متعددة، حنشئ لي مستطيلات متعددة على النقاط الموجودة. طبعا كيف حخلي الفراغات بينهم تكون صحيحة؟ معناتها لازم
الستبس ومختار الزيادة بين النقاط يكون مناسب. هو فعليا لازم يكون مساوي لعرض المستطيل. بطبيعة الحالة لما أوصل السلايدر مع المقدار الزيادة أو الستيب، هشوف إنه صار عندي تحكم كامل بمجموعة مستطيلات بنفس الحجم متراصة مع بعض. بعدين هضيف سيريس ثاني للارتفاع، هعطيه كمان سلايدر مثلا عدد عناصر معين. ضفت للواي، هشوف انه في عندي داتا ماتشنج فيها مشكلة، بعمل كرافت صار عندي شبكة كاملة. لكن لسه في تداخل بين الأقسام أو بين المستطيلات. في نفس الحالة لازم أضيف الستيب مشابه لارتفاع المستطيل عندي. ممكن أعطيه فاصلة مقدار واحد ريل نمبر، وشوف صار عندي فعلا تحكم كامل بمجموعة من المستطيلات المكونة من شئة على نقاط تم إضافتها بأمر ريكتانجل. فبهذه الحالة يكون أبسط الأمر وأسهل لإنشائه في جراس هوبر بدون ما يأخذ مني مساحة أو استخدام المعالج بشكل كبير في الجهاز. بعد ما أنشأت الريكتانجل صار عندي جاهز. ممكن منه مثلا أخفي النقاط حاليا عندي، بشوف في الداتا ماتشنج أو في التري عندي موجود فيها 30 عنصر في كل صف، وعندي حوالي 5 صفوف في الأعلى. ممكن أخليهم مثلا 6 وارتفاع 2 متر، فيكون عندي في كل طابق لو كان عندي اليونتس بالمتر هيكون عندي كل طابق عبارة عن عنصرين، هاي 3 طوابق. طيب كيف ممكن أحذف بعض العناصر؟ ممكن حتى يوضح عندي العناصر أكثر ممكن أستخدم أمر Preview Custom Review، ولازم عفوا أحولها بالأول ل Surface باستخدام Boundary Surface، أضيفها على Custom Review، شوف عندي الألوان كيف صارت لون الأبيض. طيب أنا عندي مثلا في باب طوارئ أو أي باب درج، ممكن أنا مضطر إني لازم أفضي من الواجهة بعض العناصر حتى يكون الباب موجود. مثلا عندي العرض 30 سنتي، صار عندي مثلا فراغ بين 3 عناصر يكون 90 وارتفاع مترين، فحاب أفرغ من الباب بعض العناصر. فبهالحالة أنا بضطر إني أحذف بعض النقاط، فأنا ممكن تستخدم أمر مثلا كل إندكس، هون عندي مثلا معروف العناصر ما حتتغير، فهاخد العناصر هضطر اني استخدم بانل واكتب الـ ID الخاص بالعناصر. ممكن يكون عندي حوالي 30 عنصر في العرض، ممكن احذف الـ ID عناصر 20 21 22، احولها لـ مالتي لاين داتا، اضيف الاندكس. في هالحالة شفت النقاط اللي انحذفت في كل الادوار او كل الطوابق. إذا عملت أنا فلاتن حيحذف بس في أول واحد، بس عندي حخسر ترتيب البيانات ويكونوا كلهم في قائمة واحدة. أنا هالشي ما حريده، لأن حابب يضل محافظ على الستراكشر وبنية الداتا اللي عندي والبيانات بحيث إني أتعرف على كل طابق بعدد عناصره. فبهي الحالة أنا بستخدم أمر replace item، أعمل replace items باخد القائمة وبعمل لها فلاتن كمان نفس الشيء، استخدم الـ ID، نشوف عندي عناصر اختفت. لايك ما استخدمت الفلاتن نفس الحالة حتصير، لكن بأمر replace item ما ضفت، ما استبدلت الأمر في أو ما استبدلت العناصر اللي أخذت الـ ID تبعها في أي عنصر. فبالحالة هاي بلاحظ إنه صار عندي عناصر غير معرفة، لكن حافظت على نفس العدد في العناصر. لهيك أنا ممكن أستخدم بعدين أمر partition list، الأمر الحل ياخذ قائمة واحدة ويوزعها على عدة قوائم باستخدام حجم معين. طبعا كل حجم يكون متغير، لكن أنا بفيدني
وبني حجم واحد اللي هو حيكون نفس عدد العناصر في العرض اللي هو 30 عنصر، فممكن استخدمه وأضيفه للبارتيشن ليست. في هالحالة صار عندي عدد عناصر مساوي تماما للعناصر لو كانت بدون ما إني أحذف العناصر اللي ردتها أنا بالأول. هيك أنا ممكن أضيفها للريكتانجل وأشوف حذف عندي العناصر وحافظت على نفس العدد أو نفس ترتيب القائمة. لكن بضل في أمر وهو إنه أنا في النهاية بعد ما حذفت العناصر ورجعتهم بالطريقة الصح، حابب إنه يكون العدد فعليا صحيح، ما يكون في عندي عنصر نل، إنه يكون فارغ اللي هو حيستمر معي في كل الأوامر. في بالحالة الحالة لو حبيت أن أخذ عدد العناصر، هاتيني عدد العناصر في الطابق الأول 30 عنصر. فكيف إني ممكن أتخلص من ال Nulls؟ في شيء اسمه Clean Tree. Clean Tree بياخذ قائمة بيحذف بعض العناصر الغير صحيحة أو الغير فعالة. فهو أهم شيء يكون عندي بالأول Remove Nulls True، فبالحالة حيحذف العناصر الغير ما فيها أي قيمة، أضيفها للريكتانجل. بلاحظ عندي كيف عندي أول مجموعة في 27 عنصر والمجموعات الثانية كلها 30. فبهالطريقة أنا بستخدمها حتى أحذف عناصر معينة معروف الأيدي الخاص فيها من مجموعة من القوائم داخل بعض، وأعيد ترتيب القائمة بحيث أنها تكون مطابقة أو بحالة تساعدني أرجع أعدل عليها. وهنشوف كيف حتفيدني ترتيب البيانات بالشكل هذا، بحيث لما أني أرقم العناصر تكون ترقيم صحيح وأعطيهم position number صح. تمام. طيب نيجي نحن لأول مرحلة من الترقيم اللي هي مكان الكتابة الخاص بالعناصر. بهالحالة بحتاج أني أخذ area أطلع منها السنتر وسط القائمة حتى أستخدمه كمكان أكتب عليه أو كposition لمكان الكتابة. هضطر إني آخد حتى أبدأ في الكتابة طبعا في هو أمر التاج تاج 3D text tag 3D. في التكست تاج العادي هو بياخد location center وتكست، مثلا ممكن ناخد تيست. بعد واحد هستخدم الامر هذا او الكتابة في السيرش بعلامة الترقيم هيجيني بانل بشكل سريع. بشوف انا عندي التيست، بلاحظ ان الكتابة ما لها سكيل، ما عملت زوم ان زوم اوت الحجم واحد. فاذا عملت لها بيك في راينو هلاحظ ان عندي نوع من النص انا ما بفيدني جدا كاسكيل لي في راينو بعد ما اصدر الملفات كدي دبليو جي مثلا. فانا بستخدم تكست تكست تاج 3 دي. في بهالحالة اضفت تكست، ملاحظ انه حجمه واحد، ممكن اتحكم بالحجم، اتحكم باللون والجستيفيكيشن اللي هو هل يكون في الوسط توب ليفت توب رايت الى اخره. فأنا في البداية حضيف أول المعلومات، ممكن أضيف POS اختصار لبوزيشن، أضيف مثلا حجم الخط 0.06. ممكن واحد يجرب حسب اللوحات عنده أو حسب السكيل اللي حيستخدمه هل هو حجم مناسب، وأشوف الكولر مثلا نفسه ما في مشكلة، وأشوف الجستيفيكيشن أهم شيء ما هيكون سنتر ميدل سنتر. شوف بدينا في كتابة النصوص باستخدام الاريا. طبعا لازم دايما انظم السكريبت تبعي لأي اوامر تستخدم مرة ثانية، ممكن اضيفها في لواحق او في كونتينرز بحيث اني اعرف انا ايش العناصر اللي استخدمتها. بس عندي السكريبت لسه بسيط، لكن مثلا السنتر ممكن اعرف اضيفه كبوينت سنتر نستخدمه أكثر مرة. هذا position. نيجي بعدين
الشيء الأساسي اللي هو البوزيشن، رقم البوزيشن وين هيكون مكتوب. فأنا في هالحالة هضطر إني أعرف طول القائمة. list length، ممكن آخذ مثلا curves، أشوف الطول الخاص بالقائمة، عدد العناصر. بلاحظ إنه أعطاني بحسب ترتيب القائمة اللي عندي، أعطاني كل طابق كم عنصر فيه. أول فيه 27، بعدين 30 لكل طابق تاني. لو كان عندي العناصر كلهم في قائمة واحدة عملت فلاتن، حاعطيني المجموع الكلي، وهذا الشيء حيخليني أرتب الترقيم، بيكون من الصفر من الواحد مثلا إلى 20 أو 50 إلى آخره عنصر. بينما أنا لما بوزعهم كل طابق في عناصر معينة، ممكن أتحكم إنه في كل طابق جديد يضيف لي 100 على العدد، حتى يكون عندي واضح كل عنصر في أي دور أي طابق حيتركب. فأنا أول خطوة عملتها أخذت عدد العناصر في كل طابق. طيب أنا هل شيء حيساعدني في إيش؟ إني أنشئ سيريس تبدأ من مثلا 0 أو 1 حسب أنا طلبي. ممكن أخليها تبدأ من 1، والزيادة مقدار 1، والعدد العناصر حيكون هو بمقدار القائمة، طول القائمة. في أول عنصر حيعطيني 27 عنصر، بعد 30 في كل قائمة جديدة. طيب أنا كيف ممكن أضيف خيار إني أنا حابب أشوف إن كل ارتفاع يكون في عدد جديد؟ خلينا أول شي نشوف النتيجة. أخذ السيريس وأضيفها بالتكست. طبعا حاليا ضاف الأعداد بنفس البوزيشن فوق بعض، لهيك أنا هستخدم أمر موف أحرك السنترويد مثلا في الأعلى مقدار على الواي. ممكن بشكل مباشر إني أكتبها سيتون فيكتور، وإني أعمل على الواي أحرك العناصر مقدار مثلا 0.1. شوف كيف الارتفاع، هل هو مناسب؟ ارتفاع مناسب. هذا عندي أول دور كيف مشي في العناصر، كيف عندي الفراغ قفز من العناصر. وإني مثلا ما اللي حامل clean list موصل بشكل مباشر، هلاحظ إنه حيعد العناصر الموجودة بعدين يجي 24. ممكن يكون في حالتي أنا رايد الحل المثال التالي، لكن أنا بفضل إني العناصر غير موجودة ما تأخذ أرقام، بيعطيني الترقيم الصح وإنه يتخطى العناصر الغير موجودة. طيب لما جينا الأدوار الثانية مشيهم بالشكل المطلوب 30 كل أدوار. طبعا لسه عندي ما في اختلاف بين الأدوار. بهالحالة هضيف list links ثاني، بس مع إني أعمل flatten. يعني بدون flatten حيكون كلهم واحد، لكن لو عملت flatten هشوف عدد الأدوار عدد الطوابق هو 6. فنفس الشي بعمل series جديد، نضيف بين مثلا 0 بالأول ل 6، هشوف كل طابق صار عنده عنصر، لكن مقدار الزيادة الستيب هعمله 100. صار عندي أول عنصر أول طابق هيكون 0، بعدين كل طابق هيضيف 100 للرقم. ضل عندي بس إني أعمل جمع بين الاثنين وأضيف الرقم. طبعا بتأكد الداتا ماتشنج عندي مشابه، ممكن محتاج شوي سمبليفاي، لكن هيصير صح ويضيف لي لكل هاي. ما صار محتاج سمبليفاي أتوقع. شوف عندي نشوف إن في عندي هون الداتا ماتشنج غير صحيح، لازم أعمل لهم جرافت للعناصر اللي طلعوا لي من السيريس الأول، حتى يضيف لكل قائمة من القوائم هاي موجودة في الأرقام الأولية عدد واحد ويتكرر على القائمة كاملة. فالعدد الصفر الأول حيتكرر على القائمة الأولى، وعدد 100 حيتكرر على القائمة الثانية إلى آخره. بهالحالة أعطاني الحل التالي، إنه كل قائمة نضاف لها
عدد خاص فيها وأنشأ لي الحل التالي. ممكن واحد يعمل simplify حتى يكون دايما data matching سهل قراءته وواضح. حلو، خلصنا من ال ID اللي هو أسهل شيء أو ال position. ضل عندي أشوف كيف ممكن أضيف type أو color أو أي مثلا رقم مميز يعطيني خاصية إنه العدد هذا حيعطيني مثلا لون أحمر أو لون أسود أو إلى آخره من الألوان. ممكن نسميه مثلا type، ممكن واحد يسميه color حسب ما واحد رايد. طب بهالحالة ممكن نعمل موف على سالب 0.2 تايب، أضيف تحته هيكون التايب أو العدد سالب 0.3. طيب أنا بالأساس لسه ما لونت الشكل، يعني أحرك شوي وأنظم السكريبت تبعي. أنا بالأساس لسه عندي الشكل غير ملون، كيف اني ممكن الونه؟ عندي البريفيو، ممكن اعمل من الباوندري اضيف كولور سواتش، هو حيعطيني لون للعناصر. طيب انا حنشئ الوان تتكرر عدة عناصر في عدة طرق، سواء اتراكتور سواء عناصر عشوائية راندوم الى اخره او الوان عشوائية. راح استخدم طريقة بسيطة جدا، نحن بهمني ما بهمني كيف تكرار اللون، لكن يكون في عندي الوان. هستخدم اكثر من لون من كلر سواتش، مثلا 3 الوان. طبعا الطريقة ممكن تكون على عدة الوان، مثلا 3 الوان تدرجات رمادي. هاي 3 الوان هخليها تتكرر ببيت داتا بعدد طول القائمة اللي عندي. هو نفسه ممكن انا اخده من الموجود في الحالة هاي او لا، لكن انا بحتاج اني اعمل له فلاتن. بحتاج ان عندي قائمتي تكون فلاتن، اللي حتكون في قائمة واحدة حتى اخذ طول كامل. ليست لينك واكرر العناصر او الداتا اللي عندي الالوان، هتكرر 177 مرة نفس عدد العناصر. لو كان عندي لونين بس هتكرر نفس العدد، فما يهمني مجموع الألوان اللي عندي. في النهاية أضيفها للبريفيو، عفوا أضيفها للماتيريا، راح أصير عندي 3 ألوان متكررة بشكل رتب جدا وما في أي أي شيء مميز سواء أتراكتور أو غيره. طبعا لو واحد ممكن يستخدم أتراكتور وعمله ممكن يصير مثل الدروس اللي عملناها بشكل سابق، لكن حاليا سريعا هي طريقة سريعة نستخدمها. ممكن حتى أخلي الشكل شوي مميز أكثر، ممكن أعمل عشوائية في إني أعمل جليتر أغير ترتيب العناصر جوا القائمة. بعد ما صار عندي ريبيت أضيف للقائمة السيد واحد حيعمل كومبليت شفل، هيعمل تغيير في التلوين أو تغيير في ترتيب العناصر داخل القائمة، فهيتغير للتلوين بشكل كامل. راح نستخدم سيد ويغير شوي نشوف أفضل ترتيب عجبه. طيب المهم نعمل اللون كيف حيجيني كقيمة، كيف حيجي كرقم. أنا ممكن أخذ الكولر اللي هو اللون وأستخدم إما سكريبتينج بايثون لآخره، لكن في حالتي بسيط جدا 3 ألوان بس هستخدم الإكسبريشن بحيث نعمل if question أو condition statement وأشوف اللون الموجود وأعطيه رقم. في عندي 3 ألوان ممكن أضيف، عندي 3 عناصر واللون الإكس هيكون اللون. ممكن نستخدم condition statement من function جاهزة if format if condition true false. فانا عندي ال if الشرط اللي هيكون عندي هو اللون، اذا كان اللون اللي هو x يساوي y في الحالة حال بيكون القيمة true واحد اعطيه التايب او اللون الاول. اذا كان غلط حاب اعمل if condition او statement ثانية
ويكون مثل تكرار أو سؤال داخل سؤال. إذا كان غلط ما كان يساوي اللون الأول، حتأكد إذا كان يساوي اللون الثاني اللي هو variable z. بهالحالة إذا كان صحيح فعلا هيكون الـ ID 2. طب إذا كان كمان غلط false، هيعمل نفس لصق مرة ثانية. وسؤال أخير، هل اللون يمكن يساوي معناته اليو؟ إذا كان يساوي اليو حيعطيني الجواب 3. إذا كان لا، أنا حابب بعدين في الحال يكتب لي رسالة خطأ مثلا not found، أو عندي مثلا ما في عندي مساحة كبيرة أكتب error، مثلا 3 أحرف اختصار ل error. طبعا لازم إذا عندي تكست أحطه بين علامتين اقتباس. هي الكونسبت مع الأسئلة داخل بعضها، بحيث إني ما أستخدم لوب أو شيء معقد في البرمجة بإني أعمل لوب وإعادة السؤال أكثر مرة وأتأكد من الخيار. عندي حوالي بس 3 ألوان، فممكن باستخدام الفورمات سؤال واحد أو عدد أسئلة داخل بعضها أعمل تأكيد ومعرفة اللون. طبعا ممكن يكون كونسبت جديد وصعب، بس ممكن بالدروس الثانية لما تدخل في السكريبتنج أشرح عليه أكثر. لكن في حالة بسيطة مثل هاي، ممكن في كونديشن واحد أو سكريبت فانكشن واحد أضيف السؤال التالي وعدد أسئلة داخل بعضها وأشوف كيف حيكون الجواب. طبعا الحاضر عندي بس إني أوصل الألوان في ال variable. طبعا ال variable x y z ممكن واحد يغيرهم، يضغط يمين ويغير ال variable، بس لازم يغيره داخل السؤال أيضا ال condition. مرحلة صار عندي ناتج ممكن أوصله مع التكست. بلاحظ كيف اللون الأبيض وأكشف لون عندي type 1، الرمادي 2، الغامق 3. لكن لا، في مشكلة، في أغلاط عندي في الألوان. ليش؟ لأنه عندي data matching صح غير صحيح. لازم أعمل لي القوائم اللي جتني flatten حتى يكون نفس ترتيب الأرقام والعدد اللي عندي. فحاليا نشوف كيف، أبيض هو الكاشف، رمادي 2، الأغمق هو 3. شوف فعلا الترتيب كله صحيح، ما أثر عليه الحذف، ما أثر عليه أي شيء. عندي الداتا ماتشنج بشكل عام صحيحة وما صار أي مشاكل. طبعا ما ننسى، لازم دايما رتب السكريبت الخاص فيني، شوف كيف إني رتبه بطريقة إنه تكون مقروء، ممكن الواحد بعد يجي عارف كيف يتحكم فيه، كيف إني ممكن أجمع جروبات وخلي السكريبت تبعي سهل التعديل والتطوير. طبعا الكونسبت هذا ممكن واحد يطبقه على شكل 3D. احنا عامل كل عملناه 2D، لكن ممكن يصير 3D، ممكن يكون في تغيير اكثر في الفتحات او في المساحات والمسافات حتى بين العناصر. ما شفنا يمكن في عندي في درس او في فيديو اساسي اشتغلت على مشروع فعلي، كان عندي اكثر من محور وكان في عدد معين واحجام معينة للعناصر، سواء حتى في الطول او في العرض، كان في عدد فتحات تهوية معينة وفتحات أبواب حتكون في، لأنه عبارة عن باركينج، كان في أطوال مثلا معينة في بعض الأماكن، كلها ممكن واحد يستخدمها، وخاصة يبدأ من عن طريق تكست أو رقم. الأرقام اللي كلها بعدين هي كانت عبارة عن مثلا 1 و0، بعدين حولتها للأطوال أو العرض العناصر المطلوب. في بالأخير كده دايما الواحد يبدأ في أرقام داتا بعدين يحولها لعناصر، حتى لما يكبر العنصر ويكون في تشعب كبير وتداخل كبير أو عناصر كتير، حولها بين 2D و3D وأرجع أعملها، يمكن أحولها على لوحات للطباعة أو القصة 3D نسميها بمثل مخططات البناء، هتكون أسهل لما نتعاون أبدأ من أرقام. وفعليا هي ممكن نفسها أحولها لأكسل، أو ممكن أحولها مثلا لأرشيكاد ببرامج ثانية. في النهاية تكون أسهل من بداية في أرقام أتلعب فيها وأخليها ما تكون 2D، ممكن تكون 3D إلى آخره من الإمكانيات الموجودة. طبعا احنا في دروسنا القادمة هنشوف كيف إني ممكن نحول العناصر الموجودة إلى 3D، ممكن كمان نبدأ شوي في أرشيكاد، كيف إني ممكن أخذ عناصر أحولها لأرشيكاد من داخل راينو وجراسهوبر بشكل مباشر.
كمان نفس الوقت هنستمر في دروس بسيطة لريفيت ودينامو في السنة الجديدة. هنشوف عدة عناصر أو عد عفوا عدة فيديوهات ودروس متقدمة. إن شاء الله تكونوا تستفيدوا دايما بكل فيديو، دايما تعليقاتكم مرحب فيها، وأي سؤال دايما جاهزين. وإذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا تنشروه لأصدقائكم، دايما نفرح بكل سبسكرايب واشتراك جديد معنا. نشوفكم في الدروس القادمة.